الهدف من هذا يعني هذا المهرجان هو تشجيع الهواة في الطبخ المغربي وكذلك تقريب الطبخ المغربي من ساكنة أكادير ومن المغاربة جميعا وكذلك على المستوى الدولي. كيكونوا حاضرين معنا الناس يعني دي زيترونجي اللي هما كيتقربوا ولا كيتعرفوا على الطبخ المغربي. كيكون معنا شيفات كبار من طراز الثقيل. هاد الدوره الثالثه كدوز على ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى هي اقصائيات ديال طبق الحوت اللي كيكون منها كيكونوا مشاركين فيها سته ديال المتباريات وكيكون منها ثلاثة ديال المتباريات اللي كيدوزوا للنهائيات وكذلك نفس الشيء بالنسبة للإقصائية الثانية اللي ديال طبق حول تيمة طبق الكسكس اللي كما كنعرفوا هو معروف يعني أنه طبق مغربي يعني كيحبوه جميع المغاربة وكذلك معروف على الصعيد الدولي. اختارينا تيمة ديال الحوت لأن أكادير معروفة وغنية بهاد يعني الموارد البحرية. هاد يكونوا معنا ستة ديال المتباريين اللي يدوزوا إن شاء الله النهائيات في المرحلة الثالثة مدينة مراكش باش فائزة يعني يكون عندها شاك بقيمة 20,000 درهم وكذلك دورة تكوينية في أوتيل 5 نجوم نفس الشيء يعني في الدورة التكوينية كيكون في الثاني الفائز الثاني والفائز الثالث إن شاء الله. لي الشرف اليوم نحضر في هاد المسابقه هذه ديال طياب بلادي في الفئه ديال الكسكس وجاب الله التيسير وشرف لي انني نكون في هاد المسابقه وكنشكر بزاف لي شاف اللي كاينين في هاد المسابقه يعني عطاونا بزاف ديال النصائح واستفدنا منهم بزاف وكانت تجربه زوينه بالنسبه لي. جيت من مدينه بركان باش نشارك في فئه السمك والحقيقة فرحانة بزاف وكل افتخار أن كنا المغاربة كاين عندنا هاد التظاهرة هادي وكاين هاد الالتفاتة هادي للطباخين الهواة. صراحة شي حاجة زوينة وشجعهم عليها وتبارك الله عليهم. الشاف ديالنا كانوا في المستوى وتعاملوا معنا زوين وبزاف ديال الحاجات اللي هي زوينة. هنا ننصح أي واحد اللي هاوي الطبخ أنه يجرب حظه ويكتشفها.